مرحبا، خلينا نبلش بالدرس الجديد، آخر درس في التكامل اللي هو المساحة. إحدى تطبيقات التكامل المحدود يقسم الدرس إلى قسمين. أول شيء المساحة المحصورة بين منحنى اقترانين سي قاف السين وها السين، يعني اقترانين. ثاني شيء المساحة المحصورة بين أكثر من اقترانين، سواء كان 3 4 5 وهكذا. في الفترة المعطاة بتكون بين ألف وباء، راح يكون مساحة. مثلا خلينا نرسم الرسمة، عندك هذا الاقتران قاف السين وهذا الاقتران ها السين، حلو. عندك هاي باء وهاي من هون ألف، هاي من ألف لباء. فإن المساحة هاي بيناتهم خلينا نسميها ميم، حلو. المساحة هاي بيناتهم راح تساوي حسب شو اسمه راح ناخدها تكامل من الألف للباء، الاقتران اللي فوق ناقص الاقتران تحت. شو اللي فوق؟ قاف السين. قاف السين ناقص ها السين كله دال السين. ليش حطينا مطلق هسه في الاقترانين؟ راح نحط مطلق. ليش؟ لأنه ما في داعي للرسم، لأنه يا واحد فوق الثاني، واحد فوق الثاني، فيش حل ثالث في المساحة، في المساحة بين اقترانين. لذلك راح نحط مطلق. إذا طلع معنا بنحطهم بشكل عشوائي، الاقترانين الأول ناقص الثاني والثاني ناقص الأول، ما بنعرف حسب، عشان ما راح نرسم رسمة. فبنشوف إذا طلع معنا سالب ناخذ قيمة مطلقة إلها، فيطلع معنا موجب. إذا طلع معنا موجب ناخذ قيمة، ساعتها حلنا صحيح. إذا بدنا ناخذ ملاحظات مهمة قبل ما نفوت بالحل. إذا أعطاك شو بده يعطيك؟ إما بيكون س بيساوي رقم، س بيساوي 5، س بيساوي 2، س بيساوي 3. إذا يعتبر هذا حد عمود. إذا هذا يعتبر حد أو عمود. هسه بنعرف شو يعني حد أو عمود، يعني زي هيك الألف والباء. إذا أعطاك صاد بيساوي الرقم، يعني صاد بيساوي 5، صاد بيساوي 2، يعتبر هذا اقتران. أهم إشي لازم تعرفه إنه هذا اقتران. 3، معادلة محور الصادات. محور الصادات هاد اللي هو راح يكون س بيساوي الصفر، ويعتبر طالما س بيساوي رقم يعني حد أو عمود. بعدين نعرف شو يعني حد أو عمود. معادلة محور السينات، يعني هاد ص بيساوي رقم، ص بيساوي صفر، ويعتبر اقتران. دائما صاب بيساوي رقم يعني اقتران. الخط المستقيم العمودي، الخط المستقيم العمودي زي هيك، معادلته ايش؟ س بيساوي الاحداثي السيني لأي نقطة عليه. يعني عندك هذا زي هذا الألف مثلا، لو أخذت ألف وثلاث، ألف وأربع، ألف وخمسة، كله راح تاخد احداثي س، يعني س بيساوي ألف. طالما س يساوي رقم إذا يعتبر حد أو عمود. الخط المستقيم الأفقي معادلته ص بيساوي الإحداثي الصادي لأي نقطة عليه، يعني ص بيساوي 5، ص بيساوي 3، ص بيساوي 2. شو اسمه، يعني زي ما ناخد مثلا هيك، هذا مثلا 2، لو اخذت 1 و2 3 و2 4 و2 كله هذا راح يكون صاب يساوي 2، ويعتبر اقتران لانه صاب يساوي الرقم. 7، اهم نقطة اللي هي لا يوجد مساحة بالسالب، بالسالب، ولكن ممكن ان يكون التكامل سالب. كيف متى بيكون التكامل سلبي؟ بيكون تحت محور السينات. مثال:
8 بيحكي لك في الاقتران يجب أن نجعل صاد موضوع القانون. كيف يعني صاد موضوع القانون؟ عندك هون مثلا مثال صاد تربيع بيساوي سين، هذه ما بتخليها زي هيك، بتحولها لاقترانين اللي هي صاد تاخذ جذر التربيع للطرفين، صاد بيساوي موجب سالب جذر السين. يعني صار عندك بدل اقتران واحد صاد تربيع بيساوي سين، صار عندك صاد بيساوي جذر السين وصاد بيساوي سالب جذر السين. هاي مهمة. هسه صاد زائد سين يساوي 5، تنقل السين لهناك بصير عندك صاد بيساوي 5 ناقص سين، وهكذا. خلينا ناخذ خطوات الحل. خطوات حل المساحة، ايش بدك تعمل لما تشوف سؤال مساحة؟ اول اشي نحدد الاقترانات، لازم يكون عندك اقترانين او اكثر، على احنا بدنا ناخذ اقترانين بس، والحدود جميعها المعطى بالسؤال. طيب بعد هيك خلاص تحط تكامل وخلاص؟ لا مش هيك، بعدين نقاطع الاقترانات، انا بحكي الاقترانات وليس الحدود، نقاطع الاقترانات. ليش نقاطع الاقترانات؟ عشان لكي شو يعني نقاطع الاقترانات؟ الاقترانات يعني بنساويهم ببعض، نساويهم ببعض. طيب ليش هالحركة؟ لكي يظهر لنا حدود التكامل المخفية. آخر نقطة نجد المساحة. راح نبلش بأسئلة خفيفة لطيفة، هنبلش بأسئلة خفيفة لطيفة بعدين نتدرج في الصعوبة. طبعا اقتران مساحة بين اقترانين سهل جدا، ومن دون ما ترسم تقدر تحل السؤال. جد مساحة محصورة بين منحنى اقتران قاف س يساوي 3 س تربيع ومحور سينات والمز. طيب هسا تقرأ السؤال حبة حبة. أول إشي بدك تحط قبل ما تحل السؤال، أو قبل ما ترسم قبل ما تحط مساحة، بدك تحط أول إشي بنحدد الاقترانات والحدود. حدد الاقترانات، الاقترانات والحدود زي هيك ترتيب. شو عندك الاقترانات؟ عندك صاد بيساوي سين 3 س تربيع، صاد بيساوي 3 س تربيع. شو في كمان عندك؟ محور السينات، شو معادلة محور السينات؟ صاد بيساوي 0، إذا هذا اقتران وليس حد، صاد بيساوي 0. في غيرهم؟ فيش غيرهم. على حدود ايش عندك؟ مستقيمين س بيساوي 1، س بيساوي 3، رقم ورقم، س بيساوي رقم، س بيساوي رقم، حدود، اذا هذا س بيساوي 1 وس بيساوي 3. طيب شو بدنا نعمل هسه؟ بدك تكامل، ما بدك تكامل قصدي، بدك تطلع التقاطع. شو التقاطع؟ تساوي الاقترانات، يعني 3 س تربيع يساوي 0. اذا هاي الخطوة الاولى خلصناها. الخطوة الثانية بدك تساويهم 3 س تربيع يساوي 0. شو يعني سين بيساوي قديش؟ 0. إذا صار عندك الحدود. ثالث إشي، ثالث خطوة، إنه تحط الحدود بالترتيب. الحدود 0 أول إشي، بعدين بيجيك 1، بعدين بيجيك 3. حلو. التكامل ما بتقدر تحط، ما بدك تعطيه إلا حدين، حد علوي حد سفلي بس. إذا هذه راح تكون المساحة الأولى وهذه راح تكون المساحة الثانية. فطلع عبارة التكامل عن مساحتين مجموعهم. إذا ميم واحد راح يكون تكامل من 0 للـ1، بس ما بنعرف مين الكبير مين اللي فوق مين اللي تحت. هسا كرسمة احنا راح نرسم رسمة خفيفة هسا. حلو. 3 س تربيع راح يكون اقتران تربيعي زي هيك. احنا ما بيهمنا الجزء هذا لانه كله موجب عندنا، 0 1 و3. حلو. 3 س تربيع زي هيك. هسا س بيساوي 0، هيو عندك بدك الواحد، هاي الواحد، هذا س بيساوي 1 وهذا س بيساوي 3.
بده المسافة، مساحة المساحة المحصورة بين المستقيمين والاقتران. إذن هاي المساحة. طبعا مش راح ناخذ الصفر، إذن هون هذا حلنا غلط، هيك مش راح ناخذ صفر إذا مساحة واحدة فقط، راح ناخذ 1 و3 لأن الصفر برا المستقيمات. إذن راح ناخذ من 1 3. مين اللي فوق؟ مين فوق الثاني؟ هاي المساحة اللي عندك، سيبك من الحكي هذا كله. هاي المساحة فوق سين تربيع، هذا 3 سين تربيع، وهذا سين فوق 3 سين تربيع. إذا إحنا راح نحط اقترانات تحت، مش راح نحط في التكامل حدود. فصار عندك إيش؟ 3 سين تربيع ناقص إيش؟ الاقتران اللي تحت هذا سين صار بيساوي صفر، صفر الكل إيش؟ دال السين. صار عندك المساحة بيساوي سين تكعيب من 3 للـ1. حلو، سين تكعيب من 3 لـ1، عوض 3 9، لا 27 عفوا، 27 3 تكعيب 27 ناقص 1 اللي هو 26. لاحظوا طلع معنا موجب من أول محاولة. ليش طلع معنا موجب؟ عشان احنا رسمنا رسمة خفيفة. هسا افرض انت ما معك الرسمة، تحط 3 س ناقص 0، ماشي، طلع معك موجب حلك صحيح. طلع معك سالب وتحط مطلق وفقط لا غير. يعني افرض انه فكر هذا، فكر الصفر فوق 3 س تربيع، تحط 0 ناقص 3 س تربيع، بيطلع معك سالب 26، تحط المطلق بصير 26، وهكذا. عشان هيك ما احنا ما بنستخدم رسم في اللي بنحكي عنه هذا. خلينا ناخذ كمان مثال. مثال 2 بيحكي لك جد المساحة المحصورة. اول اشي حكينا بدنا نحط الاقترانات والحدود، اقترانات وحدود. شو اقترانات؟ مساحة محصورة بين صاد بيساوي 2 س ناقص 6، ايوه صاد موضوع القانون خلصنا، ومحور السينات. اذا محور السينات يعني صاد بيساوي 0 في الفترة 1 و4. شو الفترة 1 و4؟ يعني هذا مستقيم 1 مستقيم 4. شو يعني؟ يعني محصور بين 1 و4. اذا س بيساوي 4، الحد س بيساوي 4، س بيساوي 1. هاي خلصنا الحدود والهد. النقطة الثانية ايش؟ نقاطع. نقاطع شو نقاطع؟ يعني بنساوي هاد في هاد. 2 س ناقص 6 بيساوي 0، تنقل 6 لهناك، 2 س بيساوي 6، على 2 على 2 س بيساوي 3. بتشوف هل 3 بيناتهم؟ نعم 3 بيناتهم، اذا بتاخدها لانه بين 1 و4. لو طلع معك س بيساوي 0 مش راح تاخد، راح تهملها زي هذيك المرة اهملناها. هسه لو بدك ترسم رسمة خفيفة، ترسم عشان تعرف مين الكبير من الصغير، طبعا بدك تكتب الحدود هي ترتبهم 1 و3 و4. طبعا عندك 3 حدود، يعني في عندك مساحتين. ليش؟ لأنه إحنا ما بنقدر نحط أكثر من تكامل، ما بنقدر نحط أكثر من حدين في التكامل. فهذه راح تكون المساحة الأولى، وهذه راح تكون المساحة الثانية. المساحة المحصورة بينهم مجموع المساحتين مع بعض. فأنت بدك تطلع المساحة الأولى بيساوي التكامل من 1 لـ3، بس ما بتعرف مين فوق الثاني. انت خلينا نرسم رسمة خفيفة. طبعا زي ما حكيت لك، بتحط 2 س ناقص 6 مثلا ناقص 0، بيطلع معك سالب مثلا. اذا طلع معك سالب تحط مطلق، خلاص تاخذ مطلق وخلاص. خلينا نرسم رسمة خفيفة. تعوض 2 س ناقص 6 بتعوض ارقام، يعني عوض 0 مثلا، 0 وسالب 6، اي 0 سالب 6 هون مثلا. خلينا نحكي عندك عوض الثلاث هون، 3 و0، عندك شو اسمه، عوض الثلاث هيكون 3 و0 هون مثلا. عوض الواحد مثلا، 2 ناقص هذا 1 اللي هي 1 هون، هون راح يكون مثلا، راح يطلع. خلينا نقرب هاي هيك، راح يطلع معك المستقيم زي هيك. حلو، هذا 2 س ناقص 6. حلو، هسا بدك تحط حدودك. شو حدودك؟ س يساوي 1 هون، هاي س يساوي 1، س يساوي 3، س يساوي 3، س يساوي 4، يعني قدام شوي، س يساوي 4. صار عندك
صار عندك المساحة المحصورة اللي هي هاي وهاي، حلو. صار عندك مساحة محصورتين، مساحة هاي ومساحة هاي، عندك من 1 لـ 4. انت بتلاحظ انه الصفر ناقص يعني الاقتران اللي فوق اللي هو اقتران صاد بيساوي صفر. اذا صفر ناقص الاقتران الاصلي 2 س ناقص 6 ده للسين. جميل. طبعا احنا بدنا من 1 لـ 3، يعني هاي المساحة بس، احنا ملناش خص بهذا الحكي لانه من 1 لـ 4 فقط. من 1 لـ 3 يعني هاي مساحة مع هاي مساحة. اذا 0 ناقص 2 س ناقص 6، صار عندك التكامل 1 لـ 3 6 ناقص 2 س، عوض 6 س ناقص س تربيع، عوض 3 و1، 6 في 3 اللي هي 18، ناقص 9 ناقص 6 ناقص 1، 18 ناقص 9 اللي هي 9، ناقص 5 اللي هي 4. طلعنا ميم 1. ميم 2 اللي هي التكامل من 3 لـ 4، لكن من فوق من تحت. هذا فوق 2 س ناقص 6 ناقص صفر اللي هو التحت، كله هذا ايش؟ ده للسين كامل. سين تربيع ناقص 6 س، 4 لـ 3، عوض 16 ناقص 6 في 4، 6 في 4 24، ناقص 9 ناقص 18. حلو. 16 ناقص 24، 16 ناقص 24، 16 ناقص 24 اللي هي -8، و9 ناقص 18 -9، في سالب بصير -9، صارت طلعت هاي جواب 1. إذا هذه 1 وهذه 4، فالمساحة الكلية، كلية خلينا نحكي، تساوي ميم 1 زائد ميم 2 تساوي 1 زائد 4 تساوي 5. لاحظ طلع معنا موجب في 1. هسا مش راح تجي معه هاي انه 0 ناقص 2 س، مش اللي عرف انه راح يكون هذا تحت هذا وهذا فوق هذا، فبحطه راح يطلع معك -4. حط قيمة مطلقة بروح للسالب ويطلع معك جواب صح. السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو الجاي راح يكون فيه كمان أمثلة.